بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا سألنا سؤال وقلنا قبل ما نتكلم عن موضوع الأولاد والتربية خلينا نسأل الأول وأنا عارفة دوري كأمل الله وعبد لله مين يجاوبني. معايا هدايا، جايبة لكم هدايا النهاردة. معايا هدايا مين يقول يرفع ايده كده وشاركوا معايا عشان بحبش المحاضرة الايه لتوك. اوكي ساعة قول السؤال. لا انت دورك ايه كأمل الله كعبد لله اعبد ربنا مجمل الحياة. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. ام عبد الرحمن قول اللهم اغفر لاختنا عبد الرحمن قولوا امين. خلها الجنة بغير حساب ولا صدقة عذاب واحنا معاها اهم حاجة. يا ام عبد الرحمن يلا ان شاء الله. خد وصله تمام. خلينا نقول ان انا دوري كأمل عبد لله ان انا بعبد ربنا على جميع كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب الصلاه لله والنسك لله والممات لله، المحيا يكون ازاي لله؟ هو دوت اللي المفروض نفهمه. محيا يعني ايه؟ يعني وانا نازله المسجد انا ليا نيه، وانا بطبخ في المطبخ ليا نيه، وانا بتكلم مع زوجي ليا نيه، وزوجي بيزعق انا ليا نيه برضه. يعني ما هي يعني ازاي احتسب الامر والاجر عند الله؟ فالمفروض ان حياتي كلها من اول ما اصحى من النوم اول دقيقه لحد اخر دقيقه محطوطه فين يا جماعه؟ محطوطه في ميزان حسناتي. ساعات بنفلت ساعات بننسى. عشان كده كان النبي عليه الصلاه والسلام وصيته ايه؟ ناموا على افضل العزائم. قبل ما انام كده احط راسي على المخده بعمل حاجتين اتنين، المحاسبه يومي كان شكله عامل ازاي. والله 50% لا 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 ده كان في 60% صح والباقي مش عارفه ايه. والنقطه الثانيه انا ناوي اعمل ايه ثاني يوم. فلو نمت انام على افضل ان شاء الله. مصحى انا ناوي اصلي الفجر، لا مصحي قبلها كمان مش هصلي ركعتين القيام ان شاء الله، هقول الاذكار، هخلص وردي، هخلص البقره على مدار اليوم، هطبخ بنيه اطعام طعام، هطبخ بنيه خل سرور على قلب مسلم، هطبخ بنيه كلكم راع، وبعد كده هغسل غسيل بنيه المؤمن نظيف وان الله يحب النظافه، الله جميل يحب الجمال. اما يجي زوجي هبتسم له عشان تبسمك في وجه اخيك ينك ثواب مش المنكشره. هعمل كذا مع اولادي، حتى مستهدف تربوي على مدار الاسبوع، حتى مستهدف على مدار الشهر، ويبقى عندنا معيار. يلا بينا. هيبقى عندنا معيار اسمه معيار الانجاز. معيار الانجاز ده بيعمل ايه؟ بشوف انا كان عندي 4 اسابيع حاطه فيهم 1 2 3 ان شاء الله لو ربنا احيانا ما متناش والقيامه ما قامتش يعني نبقى نكرر موضوع بقيه المحاور بتاعه التربيه واشوف انا دوري. احنا بصوا يا جماعه محتاجين ان احنا نعرف الامور دي ليه علشان ما يعديش الحياه هباء منثورا، عشان ما اقولش ده الدنيا فيها وفيها وانا عندي من الازمه وانا عندي من والابتلاءات و طب ما هي كده كده هتاخديها وكده كده هتصبري وكده كده هتكملي، فلازم نوايا فيها عشان اخد الثوابات. انا دوري الاول كامل الله ان انا ارضي الله عز وجل. وما خلقت الجن والانس الا يبقى الاصل ان انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى، والاصل ان انا عندي نيه زي ما قلت لكم في اول المره المحاضره ان النيه تجاره العلماء. العلماء ما كانوش بيتاجروا لا بدرهم ولا دينار، ولكن كانوا بيتاجروا في النوايا، فكان يعدل العالم الواحد في العمل الواحد بس اكثر من 100 نيه. احنا قلنا نجرب نجرب 20 كده، لو قعدنا نقول 20 نيه في قعدتنا هنا تبقوا ممتازين جدا. لو جبتوا 20 نيه في العمل جايين هنا ادي بيتي من بيوت الله، نذكر ربنا سبحانه وتعالى، الاعانه على التربيه، نشر العلم حتى يرضى الله سبحانه وتعالى، تلبيه لدعوه اخيك المسلم، ها ايه تاني؟ ها رباط في سبيل الله، احنا ناويين ان ده رباط. جبنا 6 بس هاتوا 100، لكن هم علشان كان دايما كل عمل له نيه. انا بقول السلام عليكم وترد عليا، اصل النبي عليه الصلاه والسلام قال من يلقي السلام واللي بيرد عليه لانه فرد، واللي بيرد عليه لازم يرد عليه بقى حلو جدا. ادي كده 100. كل حاجه بتعمليها لازم نيه. لو انا عشت بالمعنى ده ما في دقيقه هتطلع بره ميزان حسناتي. مش هلاقي المشاكل اللي بين الازواج، هنقلب اسري دلوقتي لازم. ليه مش هتلاقي مشاكل؟ اصل هو بيزعق يا ابني انت مقفر الدنيا والله. لا وهو كذا وانت مهمله وانت العيال وبوظت العيال باظوا منك لله ضيعت حيالي وعتم. لو انا ناويه وعندي نوايا في الكلام مع زوجي، ايه ده؟ طب بس يعني انا هقعد كده بالورق والقلم. لو اتعودتي هتبقى حياتك كده بالورق والقلم. ايوه بس ده انا بحبه وعشمانه فيه. ايوه حبيبتي بس بشر، والبشر ايه؟ كما قال ابن القيم ناقصون، وما كمل من البشر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فانا ما ارفعش سقف توقعاتي قوي وابقى عشمانه فيكي قوي ما شاء الله بقى متوقعه منك كده، فما تيجي تصدميني وتيجي تهينيني او تيجي مثلا تنتقديني دايما او دايما لوم لوم ونقد ولوم وهكذا، اعمل ايه؟ اطقمس عشان عشمانه ولا العشم في الله سبحانه وتعالى. هو بس كده كل ده يتظبط بايه؟ بالنوايا. النقطه دي مهمه جدا قبل ما نبدا عنوان حضرتك. طيب انا بقى كأم، موضوع كبير جدا معلش، ما الجنه تحت اقدام الامهات صح؟ مش ببلاش. اسمعوا بقى اول الحديث، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا تحت ايدي كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيتكم، والمراه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها. اما يبقى الله سبحانه وتعالى استرعاني على رعيه لازم اديها على اكمل وجه، لازم اجي احطها كده ملفوفه لله سبحانه وتعالى واحطها في اكمل وجه كده واقول يا رب والله هذا جهدي، والله يا رب انا جهدت للعيال ده، هو جننوني ده، عيال مجانين طالعين لاهاليهم بس انا جهدت فيهم يا رب وفعلت ما استطعت بنيه ان الله سبحانه وتعالى يكرمني فيهم، يا رب هذا جهدي. اللي بنقوله من نظريات او بتاخديه من محاضرات او بتسمعيه في دروس او في اي مكان، ما هي الا اخذ بالاسباب يا اخوات، اخذ بالاسباب. واحنا امه السببيه، الكون كله قايم على السببيه. حط البذره وحط الميه هتطلع زرع، المسلم هتطلع له الزرعه والكافر هتطلع له الزرعه، لكن المسلم ياخد ثوابها ليه؟ لانه بيطلع الخراج بتاعها. فاحنا امه قايمه على السببيه، افعلي كذا، طب في وسيله من وسائل التربيه كذا، طب في نظريه التربيه بتقول كذا، طيب عندك مدارس التربيه، المدارس التربيه الايمانيه، وعندك مدارس التربيه الايجابيه، وعندك مدارس التربيه تربيه الثواب والعقاب، ودي عليها كلام. واجتهدتي اسباب. مين ربها يا اخوات؟ الله عز وجل. الله هو رب الاسباب، يعطي بدون اسباب، بصي، ويعطي عكس الاسباب، ويعطي مع نفي احتماليه الاسباب، ويعطيكي مع الاسباب. عشان كده كان من الاسماء الجامعه اللي لا يمكن تاتي منفرده اسم الله الاول واسم الله الايه؟ الاول، ويسبب لك الاسباب. فنقول اللهم يا رب نسالك باسمك الاول، يا من سببت الاسباب اولا، ان تنفعني بها اخيرا باسمك الاخر. الدليل تلاقي ناس عندهم ملايين الدنيا والاخره، عندها اسباب السعاده كلها ويموتوا من تحريم. صح؟ ليه؟ ما نفعهمش الله عز وجل بالاسباب. يبقى دي تاني نقطه، ان احنا الحاجات اللي بنقولها دي اسباب، مين ربها؟ الله سبحانه وتعالى. فندعوه، نعمل اللي علينا وندعوه. هو سيدنا نوح قصر في تربيه ابنه؟ اهو نبي. قال لا لا لا. طيب هو قال لا لا لا. طب ما كانت زوجته ما اعرفش ايه، طب سيدنا ابراهيم وقال ما فرق، واحد عصى والتاني طاع. الله عز وجل في الاول وفي الاخر. يبقى ده تاني نقطه لازم تبقي فاهماها، اسس بس البنيان الاول بعدين نطلع على العمدان. يبقى النقطه الثانيه ان الله سبحانه وتعالى هو من عنده الهدايه، ونساله دايما رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، يا رب اصلح لي، يا رب اجعل لي يا رب اولادي وزوجي كره عيني يا رب في الدنيا، اللهم اجعلنا المتقين، اصلحهم يا رب، والله يا رب ما انا عارف اصلح، اعمل اي حاجه يا رب وانا مسكينه، يا رب عيني على اولادي. دايما ليه؟ يوجعوكي قلبك يعني كبدك، وتبقي الوحيده اللي في الدنيا كلها عايزه عيالك افضل منك الام. الام فما اجي حاسب ام من فتره، لحد من اول والله من اول الحمل لحد 12 سنه بتاعتك، لحد العيال السادسه ابتدائي 12 سنه ده بتاعتك اولا واخرا، الاب 20%، انت 80%. ليه؟ عيني، وهو صغير لسه التربيه بالمشاهده او التربيه بالمحاكاه وهنشرحها، وبعد كده المراهقه المبكره عندنا مثلا بادئه من 11، من 11 ل 14، من 14 ل 18 مراهقه متوسطه، وبعدين من 18 ل 21 ادي المراهقه الاخيره، وبعدين بقى مش هنتكلم على سن ال 40 والمراهقه بتاعت الرجاله بتاعت سن ال 40، نعمل لها محاضره لينا كده في حل. فلما اجي اقول لحد 12 سنه بتوعك تربيه بالمشاهده وتربيه بالمحاكاه، يعني ايه؟ اللي بيشوفه بيعمله. تقول لي ابني بيقول الفاظ، مين عندكم في البيت بيقول الفاظ؟ ها؟ تقولي لا، ما هو لا. طب جه في الشارع وسمع، او اختلط وسمع وجه مثلا بيقول، طيب جه بيقول رد فعل ايه؟ ما التربيه؟ اسمعوا اخوات، دي ثالث محور بنتكلم فيه. التربيه ما هي الا صبر واستمراريه. خلاص يا جماعه خلصت المحاضره، خلصت نظريات التربيه. التربيه هي ايه؟ صبر واستمراريه مستمره. ما انا قلت ده انا بقالي سنه بتبع في قلبي. لا من سنه، ده احنا بنجوزهم وبيخلفوا وبنيجي نربيهم هم وعيالهم وجوازتهم، عشان بنفضل نربي لحد ما كده. فالتربيه استمراريه. تقول لك رحت جوزتها تتاخر، راحت جابته راخ، يعني هي جايه هي وجوزها تتربى يعني. بلاش الحته دي، بلاش الدنيا دي. بس والله يعني
بتبقى بنتك او ابنك حته تفضلي عينك عليهم دايما، بس يعني مع شويه من التظبيط. اقصد ايه؟ اقصد ان ما تجيش تزهقي وتقولي لا. اذا كان في الصلاه ذات نفسها الله عز وجل قال على رسالة رسول الله صلى الله عليه، قال ادي علموهم سبع واضربوهم عشان في نص اضربوهم اللي هو المخاصمه، يعني مجرد بس انك انت تعمل تعذير، وهنشرحه برده. ثلاث سنين صلي، طب بلاش ثلاث حاجه، سبع سنين. تعالى اقول لك، لسبع سنين العيل لو شاف ابوه وامه لحد سن سبع سنين 9000 صلاه، 9000 وشويه، ولحد 10 14000 صلاه. الاب والام بتاع 28، قولي وهنا القصور بتاع 29000 صلاه شايفهم بيصلي. مش هيطلع شيخ المصلين، ده هيطلع الامام ذات نفسه. شفت الامر ازاي؟ اللي كان تقول لك لما انا بقول ده انا علمي، وبعدين بصوا بقى المراهق ما بيصليش، والله ما بيصلي. هو انت صبرتي عليه؟ قعدت الثلاث سنين صلي 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 خمس مرات. انا اعرف اخت الله يمسها بالخير، الاخت ديت كان عندها بنوته كانت تصحيها سن ثلاث سنين، وده يعني بلاش الاسماء، وقعدت سن ثلاث سنين البنت تصحيها، والمنظر ده انا شفته بعيني. يلا يا حبيبتي صلي، يلا يا دوب. تقوم جايه مقيمها، هتصلي عامله على صف، تودي 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 ماشي، وتقوم جايه متخليها مصليه وهي على السرير ذات نفسه، صلي يلا نامي عشان ده الفجر، نامي. وبقيت اليوم طبعا كله بيخش يتوضى يستحمى في الوضوء ويطلعوا ويصلوا معاها. انا احسبها، فاكره كمان تشوفي اختي كده وتقولي ايه، والله فلانه دي بتاعت الذكر، اما فلانه دي بقى بتاعت لا حول ولا قوه الا بالله ما بتطلعش من بقها، اما دي بتاعت الصلاه على الرسول السلام. انا اكاد اجزم ان فلانه اللي بحكي لكم عنها وعن بنتها دي من مقيم الصلاه. هم احسبها ياذن وعندها ثلاث اخوات بنات بعيالهم وانا بعيالي وهي كذا، كنا بنروح نعمل هناك بقى قيام وهيصه والدنيا جميله في بيتهم، بيت حريم كله بقى، فانت مرتاحه يعني. هي زوجة شهيد واختها زوجة شهيد وكل البيت حريم. فتيجي يجي مثلا صلاه تقول اول ما ياذن، طبعا ايه كله بقى قاعد عبال دي ما تتوضى وعبال دي ما تروح، يا جماعه دقيقتين وهقيم زي ما بقول لكم كده. عدت دقيقتين، الله اكبر الله اكبر، كله يجري بقى، كل ده على الحمام، ده كله يتوضى. احسبها وانا اقول اهو، يعني اذا كنت انا بشر كده يا رب، يعني وما شهدنا الا بما علمنا، ان هي من مقيم الصلاه. بنتها بقى دلوقتي، بنتها في اولى، في اولى طب ولا اولى اسنان مش فاكر، المهم يعني في اولى جامعه هي سنه. تقول لي يا خالته انا ماما كانت عامله لي حنفيه على السرير، وهشرح لكم المخ فسر ده ازاي. كانت عامله لي حنفيه على السرير وانا صغيره بتوضى، وكانت حاطه لي مصلى على السرير وانا بصلي. فانا اضحك لان انا عارفه ماما كانت بتعمل ايه. فقول لها يا ماما يا بنت مش كده؟ تقول لي لا والله يا ماما مش صح كده. تقول لها، فتضحك امها، يا بنت مش كده، انا هشرح لك اللي حصل. وهي تحلف. ليه؟ المخ عبيط. ولما بيجي دكاتره علم النفس علشان يعالجوا سلوك او مثلا يغيروا ادراك، بيعالجوا على اللاواعي. بس المخ لا يفرق، العقل لا يفرق ما بين الحقيقه والخيال. فهي عملت لها ايه؟ محاكاه عقليه. مخها فسرها بايه؟ فسرها ان كانت حاطه لي حنفيه على سيات وضه وكذا كذا. احسبه بيت كله من مقيم الصلاه، هم حمل لكتاب الله والصيام اثنين وخميس وطلع. بيت اللهم بارك، ربنا يحفظهم. هي ما كانت بتبلها اصلا؟ ها؟ ما كانت بتبلها؟ لا خالص. خالص ثلاث سنين طبعا، تبقى هي من ثلاث سنين دي، بس هي بتقول عشان الموقف حصل قدامي. يعني هي كانت لسه متيتمه البنت يعني وكده، وكنا معاهم في البيت وهكذا. فلما كبرت بتقسم لي البنت ليه المخ ما بيفرقش. فجاب الصوره ايه؟ ده كان في حنفيه وانا بتوضى وعامله لي مصلى على الله. تسيب صلاه؟ لا تسيب صلاه. سبحانه وتعالى لهم الحفظ يا رب، اللهم امين، احنا وعيالنا وعيال المسلمين، قولوا امين. فاول 12 سنه دول يا حبيبتي بتوعك محاكاه وصبر واستمراريه. تاني محاكاه وصبر واستمراريه مره في مره. بس انا من الخلود اقول طب ما تنوعي، ما احنا عمال بن، احنا انت بتبرمجي الزوج ازاي الا بالتنويع؟ مره يا زوج يا حبيبي، ومره الله يبارك، والله بص ده يلا يا اولاد ادعوا لابوكم يلا. ها الناس مش بتنوعي عشان تاخدي حباب عينيه والقصه العظيمه دي، ده لو خدتيهم يعني لو خدتيهم مع العكس يعني. ايوه دي شوف العكس. ايوه الله الاخوات غلابه والله. لكن مع الاولاد مطالب اصلا التنويع، بادي لانجوج معينه، نبره تون معينه، وانت حتى بتحكي القصه وكده. هاتوا مين هنا الاولاد الجمال اللي عندنا مثلا، ما نيجي نحكي قصه باسلوب حكاوتي، شوفي طريقه النبره وانت بتقوليها. وبعدين بقى لما جه الرسول عليه الصلاه والسلام شاف ولد صغير
وبيعيط يعيط. قال له انت بتعيط ليه؟ قال له اصل انا العصفور بتاعي مات. النبي بقى عليه الصلاة والسلام يطبطب عليه ويقول له كذا وبتاع لحد ما الولد بطل عياط. ده اسلوب بينتبهوا. والله لو كانوا بيعملوا ايه هينتبهوا. انت سمعت القصة بتاعت العصفور؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ زوجي. زوجتك. تعالي خدي جايزة. تعالي انا احنا قاعدين نوزع الجوايز دي كلها. الله الله، ده جوايز كتيرة قوي. الله جميل، شكرا. اسمعي، كل ما تسمعي قصة عن الرسول ان شاء الله ماما تجيب لك حاجة حلوة عليه الصلاة والسلام. فتنوع الأساليب مهم جدا جدا عشان اللي قدامك يتقبل. طيب احنا النهاردة محاضرتكم قلتم ان احنا عايزين نتكلم على فترة المراهقة. هو طبعا ما ينفعش النقطة دي، ماشي؟ خلينا متفقين ان التربية بتبتدي منين؟ من انت حامل؟ مين يجاوب على ده وياخد جايزة؟ المرة دي في جايزة عينية مش شوكولاتات. التربية بتبتدي من وانت حامل ولا بعد ما بتولد؟ من قبل الحمل. اسمك ايه؟ شيماء. من امتى يعني كده؟ من اختيار. ايوه كده، اللهم اغفر لاختكم شيماء، قولوا امين. ايوه كده، هو صح كده. ده انا هجيب لك جايزه ممتازه جدا. فين يا شفاء الكيس الثانيه يا شباب؟ ده حاطه كيس الناحيه دي وحاجات ثانيه الناس الجامدين. ايوه شفتي بقى، هديكوا جوايز جميله قوي يا اخواتي. انا بحب الجوايز سراء. ليه بقى؟ اتفضلي قولي دي جوايز. الله، كمان انت بتوري دليفري عشان تكتبي بقى مهام اليوم والليله. نوزع الجوايز دي ولا نجيبها؟ لا لا لا، ان شاء الله كله هيا. اي حد هيجاوب هيا. تربية بادية من اختيار الزوج، عشان كده في بنات كام بنوته هنا قاعده بتسمعني. اذا جاءكم من تربى. ايوه كده، ايوه كده. الله يفتح. دي من الخلق. من الميزانين، من البدايه اختار صح. ما يهمكيش المنصب ولا البوزيشن. شويه ماشي المستوى الثقافي او كذا ممكن يكون، لكن اهم حاجه ايه؟ الدين والخلق. افتح الدين باين على الخلق، مش طالع على الزبيبه والراجل بدقني بقى زي الفل كده وبتاع ومش عارفه وايه وبتاع. فين الاخلاق؟ فين التعاملات؟ جناحين. فالتربيه باديه من الاختيار، وبعدين مرحله الحمل ويسمع القران ويسمع الاذكار ويسمع صوت ابوه، عشان لما يجي تولد يجي يسمع يعيط العيال. لا احنا عايزينك عشان تشيل عننا شويه. وبعد كده مراحل التربيه الاولانيه يا اخوات. مراحل التربيه الاولى بتبقى يعني مش تلقي بس، يعني هي كلها تلقي صراحه، يعني من سن اول سنه وشهرين، من 6 شهور لما عينه بتبتدي تعمل معاكي كده تلقي 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 تلقي. وبعد كده ادي نوع من انواع التفكير اسمه التفكير المفتوح او انماء عضله المخ. ان شاء الله نبقى نقول لكم الكلام ده في محاضرات تانية لو ربنا احيانا، يعني ما متناش والايام ما قامتش. وبعد كده بنبتدي بقى مرحله الطفوله المبكره، الطفوله المتوسطه، الطفوله المتاخره. انتوا عايزين نبتدي من المراهقه. كم واحده فيكم عندها طفل من سن 11 سنه؟ تقريبا الكل. توكلنا على الله، توكلنا على الله. طيب اربي عيالي ازاي في مرحله المراهقه في الغربه؟ 3 محاور. اولادي في مرحله المراهقه، خصائص وصفات المرحله هي ايه، وبعدين الغربه وجمالها والهجره وجمالها والدنيا وجمالها. ده الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يحسن لنا الخاتمه اجمعين وتولى اولادنا ويحفظهم بهويتهم الاسلاميه، اللهم امين. الغربه فيها كذا محور، لكن قبل دول انا هقول لك على الحاجتين دول عشان تبقي فاهمه اصلا مرحله المراهقه اتعامل فيها ازاي. الغربه فيها حرب على الهوية، ولو بنات حرب على السمت وهوية، وبعد كده ادخال مفاهيم مغلوطة، وبعد كده متشابهات سواء في العقيدة او ضحض فرائض صلاة حجاب. الله ربنا بيعذبنا ليه يعني؟ ده حاجة. والاندر ايج بقى اللي طالعين 12 سنة، انا عايز اقول لكم انه ده كلام الشباب والبنات الاندر ايج 12-13 سنة. يعني ليه يعذب؟ يعني ليه يجيب السرطان للناس يعني؟ يعني لو هو ربنا كريم، وبعدين ليه انا ما بطلب وما بقولش؟ وليه العذاب وليه التعذيب وليه الدنيا وليه كذا؟ وبعدين الالحاد واللا دينيه، وبعدين بقى ايه انت ولد ولا بنت؟ لا مش من حقي اقول دلوقتي انا ولد ولا بنت، لما اكبر شويه احدد انا ولد ولا بنت. كل دي تحديات الغربه. إيه مش هحتاج محاضره ولا ساعه ولا بتاع الدنيا. بس بقت حتى في الوطن ده احنا بنقنع المسلمين بدينهم والصلاه دلوقتي. الوطن نفسه مش شرط غربه. فانت محتاجه تبقي فاهمه ايه اللي اقوله لابني واللي ما قالوش. اقنع بنتي ازاي بكذا، ولا اقول لها الامر ده يجي، وايه الاساليب؟ طيب اوجهها فين؟ مهم جدا، مهم جدا الحاجات اللي بقول لكم عليها دي. لكن دي كنا ناخد النهارده منها حاجه، لكن انا اللي يهمني الحاجتين الاولين.
يعني ايه مراهقه ومرحله المراهقه وخصائصها وكيفيه التعامل معها. وايه ادينا الخلاصه، يعني مش عايزين محاضرات، الدنيا كلها مليانه كتب ومحاضرات. ما يحصل كده اعمل ايه؟ وما يحصل كده اعمل ايه؟ طيب مرحله المراهقه اصلا المفروض يعني عندنا مثلا الارث الاسلامي وتاريخنا ان مرحله المراهقه دي كانت مرحله البطولات. يعني السن 17 سنه و16 سنه، اسامه بن زيد الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فتعلم السريانيه، راح اتعلمها في 17 يوم. محمد الفاتح كل مكان له بطوله في قلب الاسلام، عبد الله بن الزبير بن العوام كان من بيعه الاطفال، عدى سبع سنين على عبد الله بن الزبير، وراح لف المدينه المنوره كلها قال لهم يلا، جاب الاطفال جمعهم قياده وقال لهم يلا تعالى، النساء بيعوا النبي والرجال بيعوا النبي والشيوخ بيعوا النبي، واحنا كمان بيعه الاطفال نبيع رسول الله. وراح بيهم عبد الله بن الزبير بن العوام وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم جل وعلا، سبع سنين. فاحنا محتاجين الفكر ده. لكن يقول لك ده مراهقه، طب يا جماعه كتب المراهقه، ما انت عندك كتب المراهقه الغربيه عاملها واحد على مجموعه من المرضى النفسيين في مستشفى امراض عقليه. فاللي هم بيقولوا ده لا يناسب هويتنا الاسلاميه. لكن في تغيرات وحقيقية، سواء بيولوجية على مستوى الجسد، الولد والحنجرة ومش عارفة نمو صوته وشكله وشكل عضلاته بيبقى عامل ازاي، البنت نفس الكلام، في تغيرات فسيولوجية في الجسم. ونهمين التغيرات النفسية، صراع غير طبيعي في عقل المراهق. فاكرين فيلم انسايد اوت، الكرتون اللي بتاع انسايد اوت، فيلم كرتون كان بيجيب حرب مع كنا بنفرجه، الله يفتح عليك. الفيلم ده هتلاقوه موجود على اليوتيوب، فيلم كرتون بيتكلم عن تقسيمات المخ لما بتبقي حزينه وما بتبقي كنترول والغضب والكلام ده. مخ المراهق في صراع حقيقي، انا لسه عقل طفل ولسه الطفوله، وما بين انا جسم شاب او جسم بنوته، كارثه. ما بين ده وما بين ده، وما بين ان المجتمع واللي حواليا منتظر مني تصرف، ما انت بقيتي بنت وكبيره وعارفه، ما انت بقيت واد مش عارفه وكذا وشي وش، انا بقى مخطط في وشك ومنتظره منه تصرف رجولي او تصرف بشكل معين، وهو لسه ففي صراع. دي رقم واحد لازم تواخدي بالك منها تماما، الصراع الداخلي بيمر بعقله ونفسيته عشان يثبت ان انا قراري صحيح. النقطه الثانيه، لن اعيش في جلباب ابي وامي، انتهينا خلاص. ده انتوا من العصر الحجري، وانتوا كذا، وده انتوا مش عارفه من العصر بتاع ايه، احنا ولا فاهمين الكلام. عشان كده انا دايما بطالب الامهات اعرفي شيء عن كل شيء، ما بقولكيش اعرفي كل متطلبات يعني العصر الحديث والتكنولوجيا، واكبي ولو شيء عن كل شيء عشان تبقي فاهمه. عارفه يعني ايه هيستوري؟ ادخل اشوف وعملوا، عارفه يعني بتمسح الهيستوري؟ اما في برنامج تاني بيجي على الويندوز بينزل بجيب ايه اللي داخل عليه وابقى شايفه ايه الدنيا ماشيه ازاي اربط موبايل الطفل خصوصا المراهقه المبكره بموبايل، ايه المواقع وايه الحاجات، لاني بتيجي حاجات عندي نفس الموقع بيبقى عندي وعند بنتي جاي عند السن ده ويجيب لها اعلانات رهيبه. ايه ده واعلانات لالعاب ناس مش لابسه اصلا. قال طب ما انا عندي وفاتحه نفس الفيديو وفاتحه نفس، ليه مش بيجي لي كده؟ عارفين ان انا كبيره، لكن هم عشان السن الفكره ان تبقي فاهمه اعمل ايه وايه اللي ادخل عليه وايه اللي ما ادخلش عليه. المرحله دي مرحله العناد، نعم، فما يعاند بحاجه اه ده طبيعي. المرحله دي مرحله لا، ده مرحله لا ولا وانا ليا راي. عشان كده اسمعي بقى، اسمعي، من افضل التعاملات ان ليكي كأم او كأب او كمربي في مرحله المراهقه اديله اوبشنات. يعني ايه اديله بدائل؟ إيه انا عايز كذا وهو هعمل كذا، طب ايه رايك؟ طب كذا ده مش مناسبنا، يعني إيه اختيارك للموضوع او للحل او طلبك ده مش مناسبنا حاليا، ممكن بعد شهرين نحققه، لكن متاح حاليا. واحد اثنين ثلاثه، تختار ايه رايك في كذا او في كذا او في كذا. ثلاثه اختار، يحس ايه؟ انا مش مجبر، مش هعمل، لا انا مش عامل، لا ده انت بتختار. وانا ما شاء الله بدي الاختيارات على حسب ايه؟ على حسب المتاح عندي. وده من ذكاء الام في التعامل في المرحله دي، احفظه. تاني، اما اجي اقول انا عايز ابني واخليه حتى ما يبقاش حاسس ان في اجبار عليا، حاسس ان في فرض عين اعملي، وهم يرفضوا الاوامر. ودي تالت حاجه من خصائص المرحله، رفض تام لكل، للام وللاب وللمدرسه والمدرسين وللمجتمع ذات نفسه، مش عايز اعيش اصلا هنا، رفض تام لكل حاجه. عشان كده رقم اتنين، احنا قلنا رقم واحد اديله ايه؟ اوبشنات وما يبقاش اوامر، اوعي بصيغه الاوامر. رقم اتنين اديله قضيه، من انجح الوسائل في التعامل في الفتره دي اديله قضيه يعيش عشانها.
عشان كده الفتره بتاعت في كل بلد في فتره من الفترات معينه، يعني مثلا مرحله الشباب من 5 او من 8 سنين مثلا عندنا كان الشباب متبنيين فكره معينه، خليه يتبنى مبدا قيمه ان شاء الله، حتى قيمه الاشجار مثلا والمحافظه على تشجير الكره الارضيه. وهنا له مراكز في كل بهشه في كل شهير موجود 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 مكان انك انت تعملي البتاع بتاع الزرع اللي بيوزعوه في البولات والحاجات دي، موجود في كل شهير موجود. روحي ودوري وشوفي. خليها تبنى قضيه الحيوانات النادره مثلا، خليها تبنى قضيه المظلومين في الامه، خليها تبنى قضيه الفقراء وكيفيه اطعامهم، نقص المياه، ثقب الاذن، خلي في القضيه دي كده. وياد الهنا، اسمعوا، وياد الهنا وياد السعد ليكي لو ابنك تبنى قضيه الدين وقضيه العقيده، قضيه رسول الله. انا اعرف بيت وعيله، عيله كامله، واحد اثنين يعني الاخ واخوه ومراتاتهم بعيالهم واهاليهم متبنيين امر موضوع الرسول عليه الصلاه والسلام في جزئيه واحده بس، نشر السنن المهجور. بس نشر السنن المهجور، ازاي يبقى في سنه مهجوره وانا احمي السنه دي، والاحاديث تفرغها تسندها طبعتها اوديها اوديها للناس ازاي، ازاي انشرها على النت، ازاي اعمل لها بتاع والاطفال او الاولاد يعملوها فوتوشوب ويبقى مثلا تحفه جدا. يتبنى المراهق قضيه معينه اخلاقيه بيئيه حاجه معينه، بس يتبناها صح، لانك لو ما تبناش الصح، اسمعي بقى، يجي لي مثلا دول الخليج، خلينا اكلمكم اللي بيجي من كندا مثلا وشمال نيوزيلندا وعندك اسبانيا وفرنسا، دول مصايب لوحديهم. يعني ما هم احرار، يتجوز ست يتجوز وحر. يعني احنا مستنكرين ده، مش عايز كده ليا، بس يعني ايه ده هو حر يعمل اللي هو عايزه. او يجي مثلا يقول لك ايه، لا احنا يتبنى قضيه مثلا اللي هم اللي اسمهم ايه الايمو دولت مثلا، اي حاجه تعملني اقطع جسدي، واللون الاسود والكحل اي حاجه وخلاص، احنا مختلفين. هو حابب يحس كده، واثبات الذات، ده الاثبات دي من خصائصه، انا اثبت ذاتي بكلمه لا ليكي وضد المجتمع وكذا. العند في حاجه زي كده يوصل لتمرد، والتمرد مش صح. العند حلو، يبقى عندي عيل بيعاند، انا اقول لك في ايجابيات في العند طبعا، خليه بس يتبنى هدف. الله يفتح عليكي، اسمك ايه؟ الله يغفر لاختكم فاطمه. اي حد هيقول اي حاجه خدها فاطمه. يلا ايش النهارده؟ هناكلكم النهارده شوكولاتات وكيكات وكل الحركات. احنا كنت بقول ايه بقى؟ لما يتبنى هدف معين يعادد ويثابر على تحقيقه. فعشان كده معلي طموحات الطفل وهو كذا 7 سنين، كان في خريطه اسمها خريطه ابن سينا. خريطه ابن سينا دي لو تتعمل في كتاب 1000 صفحه ما توفيها حقها. كل مدارس التربيه في الجملتين الثلاثه بتوع خريطه ابن سينا معناها، قال لك اذا بلغ الصبي 7، لو بلغ 7 سنين، اقول لكم بالعامي وبعدين هو ايه، لو بلغ 7 سنين مرروا على الصناعات المختلفه، مش يجي ما بيبقى بعد ما خلص ثانويه عامه وبعدين يخش، هتخش ايه يا ابني اللي يجيبوا المجموعه يا ابني او يجي يقول لك مثلا، او يبتدي بعد ما يخلص جامعه يخش جامعه وبعدين يعمل السي في بتاعه، يبقى مخلصها 22 23 سنه يعمل سي في عنده 28، ما هو عايز مهارات وعايز شهادات وعايز خبرات خدها، فيروح ياخد 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 وفي الاخر 27 28 لا. ابن سينا قال لك لا، قال لك 7 سنين مرروا على الصناعات على كل حاجه موجوده، وشوف هو لها له كيف، له ميل ليها، طب هو مال فيها، طب برع فيها، طب برع فيها علشان ابوه واهله وعيلته كان نفس الصناعه، ولا هو لا حاجه مختلفه. مش لاقي اعمل بعد 22 سنه وتخرجه اقول له انت ناوي تشتغل ايه؟ واستحاله اشتغله بالشهاده الا اذا فتح. الفكره في الاول وفي الاخر حاجه معينه، ان انا بعلم ابني المهارات. ركزوا معايا وسيبكم نحمد عشان دلوقتي ايه هو احمد. سيبوه. لا ده عقليه ممتازه، صاحب القرار ده عقليه ممتازه دلوقتي، ده يبقى قيادي ده. فالفكره في ايه يا خالد؟ الفكره ان انا اعرف ازاي ان انا اوجه صح.
مش هاجي بقى اقول لا ده انا لسه من بعد المراهقه، لا ده انا بادئ من 7 سنين. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت فصل ليه، كان سن 8 سنين واحنا بادئين من سن 10 سنين، قلنا ناخد قليل 9 كده ونعمل تحدي في مهارات التفكير. 60 اداه من ادوات التفكير. حضر معايا طفل كان حضر مع اخته بيعيط عايز اخته، اخته 10 سنين وهو حضر معاه 7 سنين. الولد معيار انجازه ومعيار استيعابه اكتر باللي كانوا حاضرين الكبار. سفنجه بتمص سفنجه، وجاي في الاخر قال اصلي بيك يا اصلي بيك وامام يا ابني هتعرف. بعرف يومين اتنين وتالت يوم كان بيصلي بينا في قلب التعب. 7 سنوات احنا اللي يلا مش عايزه اقول يعني ما اعرفش ايه اللي بيحصل مستهدف في حياتك، مش بس اكل وشرب، هي رعايه ولا تربيه، علف واكل ولا تربيه عقول وقلوب واجسام. الموضوع مش موضوع اكل ويعمل، جميل ان احنا نراعي ونعمل كل 6 شهور شيك اب وتعملي كذا وفي نقص فيتامين د من دلوقتي والكالسيوم بدل ما تبقى، كل الكلام ده مهم، لكن رقم واحد هي تربيه العقول والقلوب، هو ده اللي المطلوب يا اخوات. لكن احنا للاسف ما بنعملش كده. فميش في ايه طول اليوم بيضيع، ما انت مش مقسمه اليوم، ما هو انت مش صاحيه قايله مثلا انا مستعجله، لا اعملي كده تقول لك ما انا في دماغي غلط، خدوا العصفور وطار على طول. حتى لو انت صاحيه هتقولي كده او من بالليل هتقولي هعمل كده، ما كتبتيش يا بنتي الكتابه صيد الخاطر. انا نفسي المسلمه والاخوات تبقى فعلا عندها من الحس وعندها من الذكاء انها تتعلم العلوم ديت، مش عيب. الحكمه ضلت المؤمن يا اخوات اينما وجدها فهو اولى بها. اكتبي انا هصحى مثلا من الفجر من كذا من كذا، بعدين هعمل لهم الفطار الخفيف ومش عارفه ايه وهنقول الاذكار، خلاص الراجل راح الشغل الف نهار مبروك. بعد كده عندي مثلا من 8 ل 8 ونص ادي ايه المواعين، عندي من 8 ونص ل 9 ادي الغسيل ونشير، ما احنا حياتنا يا بنطبق غسيل يا بننشر غسيل يا بنكوي غسيل. وبعدين عندي بعد كده ادي الاكل بالظبط ساعه الا ربع يلا لو لسه جايباه. طب انا عندي هنزل اتسوق من البازار او هنزل البيم او هنزل اعمل كذا، يبقى انا عندي من ساعه، يبقى ساعه وساعه ربع ادي كده تمام لحد 12 انت فري. من 12 هقيل بقى تقول لك بقى ايه، ما في قيلوله في ليلوله، يعني هي نايمه القيلوله والليلوله مع بعض. لو هتعملي ساعه من بعد صلاه الظهر هي ساعه، ما تزيديش عن كده، وتنظمي يومك على كده يعينك على القيام بعد كده. وبعد كده اقوم بقى اخلص، انا عندي الدوره الفلانيه على النت مجاني، وانت عندك كلمه سيز دلوقتي يعني هتفتحي الراوتر وهتنزلي اي محاضره، ما في النت مجاني. اسمعي يا ست اسمعي، خدي 20% من المحاضره والدرس اللي بيتقال، لكن ما تقعديش صفر. انا رافضه تماما ما تقعديش صفر. اعرف يعني اخت من الاخوات يعني هي ممكن تكون في اواخر الستينات مثلا، اللهم بارك، واولادها كلها متجوزين، وهي كده يومها من بعد صلاه الفجر لحد اذان المغرب هي في عمل دؤوب لله، يا مقراه يا الجمعيه يا العمل الخيري احسبها. ويعني مش عايزه اقول لك مستواها المادي والاجتماعي عالي جدا كده، ولكنها ابسط مما تتخيلي. عارفه لما تخش بيت كده لا بقى مش عارفه ايه المذهب ولا فيش، هو يا دوبك بس كده القعده والجلسه العربي ومش عارفه ايه، ولازم تخش عندها ان شاء الله ليل بالليل بالنهار هتاكلي يعني واللي موجود واللي مره يعني لقيت عامله اكله 3 حاجات في بعض، لها كلهم مع بعض اوفر يعني اوفر قدام فيها القيمه الغذائيه كله، يلا كله راح للقبر بعد كده. مستهدفها حاجه تانية، فين انت يومك ضايع في ايه، وانت لا انت حاطه مستهدف تربوي، مش عايزاكوا الجو ولا حد يرفع ايده، كم واحد بس اللي بتعمل ترفع ايده، كم واحدة فيكم حاطة مستهدف أسبوعي وشهري تربوي أو سلوكي أو تعديل سلوك أو غرس سلوك لأولادها؟ الله يفتح عليك، الله، 2 3 4 حلو، 5 الله يفتح عليك، تعال تعالوا لي هنا عشان أنتوا قدامكم متزاكي، الله يفتح عليكم وربنا يكرمكم وربنا يعطي لكل أخت رفعت إيدها يا رب مبتغاها وزيادة، ويسخر لها ملائكة الأرض والسماء، قولوا أمين. إحنا كمان إحنا يفوقنا من غفلتنا وعين، وإحنا كمان ما ينفعش تبقي ام من غير مستهدف تربوي الاولاد. انا في الاسبوع دوت هغرس خلق التعاون، انا في الاسبوع ده هغرس خلق الصدق، بتكلم عن الصدق ومين الصادقين، والنبي عليه الصلاه والسلام ليه سمي الصادق الامين، ومين من الصحابه حسب من الصادقين، كل ده انت هقعد شهرين في القيمه الواحده. مين عند ابي بن كعب ونزل فيه واقسم على الله طالما ده اللي نجاه يفضل طول عمره من الصادقين، اجيب كل النماذج
اللي في الصدق، ابوك قبله موقف كذا كذا كذا، عمك كان كذا، انا قابلت كذا، محاكاه من الارض الواقع. وبعدين نغني بقى ونعمل اليوم مسرح العرايس، والله لو كبار، حتى لو في مراهقه ولا في مراهقه، اقعد يا حبيبي انت وهو، اقعد يا حبيبي انت، الكلام ده انتوا سامعينه صغير، اعمل فيدباك يا ابني للي انت سامعه. نعمل ونعمل كذا، ولو مراهقه مبكره حلو جدا. الصدق من الايمان والصدق لنا عنوان، وذي الايام تطيب، وفاكرين هنشيل التحفه دي، عيدوا الكلام ده. طب اعمل ايه يعني؟ طب والكلام ده ما عندي، عندي ينفع طالما غيرك قدر انت تقدر. طب ده انا في غربه، ما من عسى انا عارفه الحجج، عارفه هتقولوا ايه. طب انا في غربه ومفيش محاضن تربويه كتير، ومفيش منابع كتير للامر، والعالم ما بيسمعوش الكلام، وعندك تغريب بره، ونتكلم البنت تبقى لابسه الطرحه وزي الفل وبتاع، ما تفهمش ايه اللي جرى لها. ايه اللي حصل للكبار والصغيرين؟ الصغيرين بقى شايفين الكبار باخلاعه وبنات، تقول لك لا ما هو المجار، مين قال لك انه يلبس مجار؟ محدش قال لك البس مجار، باي ونلبس البنطلون تحت، هو ده اللي في الشتاء التلج اللي بيبقى مش عارف ايه، ادي البوت ابو كانت هنا خلاص من القصص دي. طب عايز البس البنطلون وماله حبيبتي؟ البنطلون الواسع تحته التونيك الطويل اللي بعد الركبه، وما يبينش دقه ساقيها بنص الحديث. الفكره انك مش بتاعتي ولا وانت ده تدخل امك نار مره واثنين وثلاثه وعشره اسلوب، واثنين وثلاثه والف، ليه حرب رهيبه على بناتك وحرب رهيبه على الصبيان عندك في المدارس؟ يقول لك ادي كده الماكروه، ايه يا حبيبي اللي ماكروه؟ يقول لك همزه بالسجاير كده. والعيال في اعدادي قال لا 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 احنا خلصنا بالله اعدادي، يقول لك اصله ماكروه مش حرام، مش من الخبث ولا الضرر ولا الضرار ولا كلام. بتجابي تغريب رهيب، يجي مثلا ينكر مثلا امر، يعني مثلا يجي لنا الناس مثلا بتوع كندا يقول لك مثلا انا دافع ودافع في المدرسه اللي ديت، مساهمين بمساهمين كده عشان حته معرفش مثلا الحاجات المخالفه للعقيده، ويبقى ايه يتحط حاجه مناسبه لهويتنا الاسلاميه. ويجي تقول له ما تكتبش ذكر ولا انثى، سبع سنين ما تكتبش ذكر ولا انثى، انت ما تعرفش بعد كده انت هتختار ايه. طب هتعملي ايه؟ اسمعي معايا الهديه بقى، اسمعي معايا الهدية لمين؟ عليه فك الله أسوى رب فك كرب اللهم أمين، شيخ حازم أبو إسماعيل. قال لك تحفة جدا، قال لك ما انتش لاقي البيئة اللي تناسب أولادك، اخلق أنت البيئة التربوية المناسبة. منين؟ إيه؟ اسمك إيه؟ شيماء. أختنا شيماء، أختنا أم إبراهيم، إيه أختنا منى، تعالي عيالك عندهم قد إيه؟ وأعرف والله جروبات، وهنا في اسطنبول يجي مثلا يقول لك أنا عيالي عندهم كذا وكذا يا جماعة، مين عيالها كذا، وننزل نتقابل في اي مكان قريب. يبقى حتى حلو الفكره دي، وفعلوها في اكتر من جروب وفي اكتر من منطقه، ونفع ونزلوا وكده. صحيح تاهوا في البدايه، بس اهو اتقابلوا في الطريق كله راح في المواصلات. فكره حلوه، فكره ممتازه جدا. اخلق انت البيئه التربويه. حاكي هو انا سايبه عيالي للتابلت، وسايبه عيالي للنت، وسايبه عيالي لما واجي اقول انا رب ازاي عيالي في الغربه؟ فوقه ساعه في اليوم، ودي رقم ثلاثة من الحلول. احنا قلنا ما تقوليش اوامر، ادي اوبشنات، اختار انت في محل اختيار. رقم اتنين صبر واستمراريه. رقم ثلاثة البيئه، اعملها ازاي؟ البيئه دي لها ثلاث حاجات عشان احققها. اول حاجه اللقاء الاسبوعي. اللقاء الاسبوعي ده انا عامله خلق اهو مثلا على مدار الاسبوع، عامله خلق مثلا وليكن الصدق، بقول القصة زي ما قلت لكم، بعمل المسرحية وبجيب قصص الصحابة وبجيب الآيات وكل حاجة، ما أوريهول أناشيد وأعمل مسرح عرايس، والعروسة بتكلم بقى العروسة، هو أنت بتقولي الصدق؟ أنت عمرك ما هتقولي غير الصدق؟ طب مين من صاحباتك اسمهم كذا؟ عارفاهم القصة دي؟ نعملها. وبعد ما بعمل الأمر ده بيبقى يوم في الأسبوع بعمل فيه أكلة حلوة عيالي بيحبوها، تورتاية، إن شاء الله كيكة، إن شاء الله هجيبها من ميجروس ولا من بيبقى أي حاجة، اعملي أي بدنجان قدامك، حط عليه شويه جوز هندي وبتاع المتاح، لا ترهقي زوجك ولا تعملي الكلام بميزانيه اللي تقدري عليها. وبعد ما اعمل كده مشاريب حلوه، المكسرات اللي بيحبوها، البلالين، ويلا قاعدين اليوم ده. لازم الاب يكون موجود، معلش قولوا له بص ربع ساعه بس، مش عايزه منك بص اقعد كده بشنبك كده معانا ربع ساعه ينوبك ثواب. جلسة الأسبوعية دي بعمل فيدباك للي كذا، احنا اتكلمنا على الصدق وقلنا ايه؟ مين يقول القصة؟ يلا تمام قوم. أو عندي لوحة الشرف اللي موجودة روحها في الأسبوع وبكتب عليها محمد ابني، ها يمنى، مريم، شفاء، يلا الصلوات صح، نجمة،
الخلق عبال تعرف القصه كذا. يوم لما بيجي في الجلسه الاسبوعيه وبيقول بحط له نجمه، اللي بيجمع نجمات في اخر كل شهر لك حريه، انت اللي لك الحق انك انت تختار الخروجه فين. يقول لك سوسيال على البحر. قال ما هو ده المدعي، سوسيال على البحر يا افضل عبر يعني اللي جنبيه يعني. يجي مثلا يقول لك انا يا تختار الخروج او تختار حاجه انت محتاجها من اللعب، او تحوش لك حاجه على مدار 6 شهور او سنه وتختار حاجه قيمه الكترونيه. هو الدنيا مش في اتاحه انك تجيبي؟ اه في، ما انا جبت فض. خليه بالانجاز اللي يعمله ويحس ان ده له قيمه، انه حصل مجهود فبقى له قيمه. فاهمين يا اخوات؟ طيب خلصنا من الاسبوعي، والاب قال وانا قلت وعملنا وسقفنا والحمد لله ويا رب تمام. جينا الشهر، كل ده انا بحقق ايه؟ خلق البيئه المناسبه. الشهري لازم يجتمع فيه العيله. بفتح بقى زوم دلوقتي، يقول لك الابس رقم واحد، ماشي افتحوا الزوم وشوف العيله، والعيله تشوف الخلق اللي اتعمل، والجده تتابع او الجده تقول، وهنا 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 وسعت دايره الاسره للعيله. طيب في على مدار الثلاث اسابيع من كده خروجه تاصل الخلق او السلوك او الغرس او السحب، لان هعمل تعديل سلوك ده اساسي. هو مش كلهم ما شاء الله يعني قايمين على خط المستقيم، ما في من سلوكيات من هنا بدين عايزين نشيلها. يا ده يا ده، يبقى الخروجه مع البيئه اللي هي الايه؟ اللي هي البيئه اللي انا اخترتها من ام ابراهيم ومن شيماء ومن نارق، كل دول. ونشوف اسر انا شايفه، مش شرط العيل يكون تمام، تمام قوي يعني، ممكن يكون نص لبه، لكن تكون الام عندها نفس الحرص بتاعي، ليه؟ هتعيني. ونتفق مع بعض ونعمل البيئه دي، ولو اسر او اتنين. اكثر حته الغربه من على من دماغ الاولاد. يبقى دي عيله وادي اسره انا محبوب فيها ومطلوب، وابويا وامي مستقرين. هنتكلم على موضوع مستقرين دول يعني، خلوها بره القصه دلوقتي. وشفنا الاسره الكبيره العيله، وشفنا الناس والبيئه المحاكاه. طيب احنا كعرب وفي بلد الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، في الى حد ما ايجابيات كتيره عن بقيه الدول العربيه. من ضمن الحاجات انت نازله بحالك عادي، الصلاه المسجد الكلام محدش يستنكر، على الباب العكس يشوفوك بتقراي القران في اي مواصله ولا دولمش ولا بتاع، ناس تعيط يعني، عايزينك حتى تعلي صوتك علشان يسمعوا يعني. في الى حد ما بغض النظر عن الحتت اللي احنا ساكنين، بس الى حد ما في قبول. في اسر كده، في اسر يعني الاولاد مثلا والبنات في المدرسه تعرفوا على بعض الاسر اللي نفس السمت الديني ويحب الله عز وجل ويحب الرسول وكذا، حلو جدا جدا ان انا اتواصل معاهم. وكده كده حاجز اللغه بنحاول يعني ان تكسريه، احنا كستات كبار عواجيز، لكن هو بتاخدي العيال يترجموا لك يعملوا لك، بتاخدي تدي لهم الفيرب وهم يصرفوه مع نفسهم، اللي اقعد جمله طويله عريضه باللواحق وفي الاخر يحطوا لي الفعل، يا عم قول خلص فين الفعل؟ يعني اي حاجه، المهم الدنيا تتعاش ويتزوروا وتيجي عندنا ويجوا عندكم ويشوفوا ويحسوا ويطمنوا ان البيت ده بيت كذا. حلو، ليه بقول النقطه دي؟ عشان ما نعيش في انفصاليه طبعا. احنا وعلى مدار العمر كله فين التتار؟ التتار ما جه بلاد المسلمين صح؟ وقع في بلاد المسلمين. شوف العراق فين بقى لحد ما مصر صدته مثلا في عين جالوت، في الفتره دي فين التتار؟ الله يفتح عليكي، راحوا واندمجوا في المجتمع، دابوا في الاسلام، مع ان مفيش لغه، مع ان كله يلا خلاص يلا ها ها ها. لازم نكسر حاجز اللغه، ما ينفعش عيلك يبقى كده وتيجي مثلا تقولي ايه، بيبقى قاعد وفاهم الاولاد الاتراك بيعملوا ايه ويبقى قاعد كده عيني في انفصاليه ومش راضي يلعب مع. اوعي اوعي عيلك يتعرض لكده، اعملي بيئه واحرصي وادعي ربنا سبحانه وتعالى. انا اعرف اخت والله ربنا عرفها يعني باعلى يعني العائلات اللي هنا التركية، مركز وقيمه ومكانه ودين وقران وحب الرسول عليه السلام بالدعاء. قابلتهم في 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 على سفر في قطار من اسطنبول لكونيا، حاجه عجيبه جدا، بالدعاء، وهي بقى عرفتها على بقيه الناس. لكن تعزلي اولادك لا. يبقى خلق البيئه اللي هي وصيه الشيخ حسن، خلق البيئة الآمنة، اعمل انت، مفيش مدينة فاضلة، اعمل انت المدينة الفاضلة. ما هو عشان كده حصل لنا. جينا نربي عيالنا. أنا نفسي أديك التجربة الشخصية، أنا مثلا عندي أربع أولاد. وبعدين إيه بقى، سنة حمل وسنة رضاعة، عارفة اللي مضحوك عليها كده، سنة حمل وسنة رضاعة، والعيال الأربعة جايين ورا بعض. مع الدراسة بقى كانت هيصة، وبيت عيلة بقى ومش عارف، أقول له كانت هيصة كبيرة جدا جدا. وزوجي ما شاء الله يجي
بضيوفه ماشي يعني راح فين الفجر جايب ناس بعد الفجر جاي يا ابني بالليل لا لا يقول لي هي كلها ساعتين بقى هغير ليه يا ابني حرام بيتنا ما كانش بيتقفل الحمد لله رب العالمين وما اجي الاولاد في المراحل العمريه المختلفه بتاعتهم يعني كان الخطب ده بلغه وده بلغه وده بلغه وده بلغه المهم ما سنين مختلفه الشاهد انت عامله بيئه كذا حماتي تحت انت بتهدي عليا بتعملي ايه فوق انا اجري بقى وهيصه ولعب ومسرح لما جم اولادي ينزلوا الشارع ما انا لازم اعمل كده ما انت لا اصحوا مش انت مش عايز في عصر المدينه وعصر النبي صلى الله عليه وسلم ماما ثلاث سنين واربع سنين الاولاد بيكذبوا قلت له اه والاستاذه كذبت الاستاذه كذبت لا فوق فوقلي انا هنا مش سعيد ابن عامر انت هنا اصحى قال لي ما كلمت الاستاذ طبعا يعني كانت قالت ده بتقول البحر لفته وحطته في منديل استغفر الله قلت له استغفر ده انت لا استغفر بقيت العلق في انفصاليه بروح المدرسه قالت لي ده انا كنت بقول لهم يعني نلف البحر نحطه قلت لها لا خلي بالك انت طلعت بيسال دول عندهم الكلمه كلمه والطفل ياخد الكلمه اللي بتقوليها على طول مخه يصورها صوره وفيلم لا احنا افضل انواع التربيه يقول لك ما انتش لاقيه البيئه اللي يتعلم منها لا احنا ما شاء الله بس نازلين هيتلاقي مواقف وتيجي تعمل ده غلط وده صح حاجه اسمها اختلاق الموقف وده عشت عليه بتاع حوالي 10 سنين لان اللي حوالينا كلهم ناس حلوه ونروح هنا وعند امي نفرض الراي ما فيش كذا اخويا لا 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 حبيبي بره القصه دي هات لي عيالك ومراتك كله هيتربى دلوقتي قاعد وكان يجيب اخواته شوفي بقى كان اكتر من 24 عيل يعني كنت اجيب ب 50 جنيه عيش عشان اعمل بتاع ما كانش يكفي ويلا بقى يلا ويطلعوا لازم يخرجوا من البيت بقيمة رغم ما كانوش قاعدين لنا في قلب الام ان شاء الله بس طبعا عيال عشان ما كانش لهم فده كان ده محل تربيه اربي عيالي بتربيه العيال والدنيا كانت بالشكل محاكاه تربيه اختلاق مواقف وده غلط وده صح خلص التربيه بس مع الصبر عليها ايه اللي يديني حافز الصبر مين تقول لي وادعي لها لا حافز الصبر اللي يخلينا نصبر ان انا استعين انا عايزاهم يوصلوا عايز هدفها زي لما تشوفي قدامك كذا ولد صالح يدعو لا اسمك ايه الله شيماء الله يغفر لاختكم شيماء وكل اللي جاب قولوا امين واحنا معاها ويديلها اولادها والمسلمين اجمعين اللهم امين يا رب الله يبارك لك يا اخت شيماء يا رب ويجعلنا واولادك من الصالحين هتيجي يا شباب تساعديني يا شباب عايزين نخلص المهام اكتبوا المهام بس اليوم والليله واكتبيها كده خلي النوت ديت تكتبي فيها هعمل ايه بكره بالساعه ما يضيعش يومك احنا عندنا اما نيجي ناخد وندي مثلا للاخوات او الزوجات اداره الوقت ما بنديش تنظيم الوقت ليه ما هي ال 24 ساعة تبقى فين؟ لا إدارة الوقت تخلي ال 24 ساعة 48 و 72 بإدارتها يا أخوات بالله عليك ركزي ركزي أنا عايزة إيه من عيالي؟ إيه خصائص المرحلة؟ إيه أفضل وسائل التربية معاهم؟ وبعدين أديله حرية التفكير. طيب النقطة بتاعة الغربة الأخيرة اللي أنا حابة أتكلم فيها جزئية موضوع الغربة. موضوع الغربة يا أخوات محتاج مني عيني في وسط راسي اعمل فوكس بس غير عيالي ما ياخدوش بالهم لان لو شاف ان هو تحت رقابه مش هيسمعني ابقى واخده بالي اليوم بتاع اولادي ازاي تقسيمته مين اصحابهم بيوتهم شكلها ايه يقول لك فلانه ولا بايزه ولا اليك نور دي ولا معرفش اسمها ايه طب يا حبيبتي ماشي ولا مزه كل الصحبات دول هتهم لك هيطلعوا على اليوتيوب كل الصحبات بيوتها شكلهم ايه اهاليهم بيعملوا ايه ابنك بيتعرف على كمان زي ما قلنا بقى ان انا عندي اسره وعندي العيله وعندي البيئه اللي كذا وعندي المدينه اللي انا خلقها له واللي انا قلت هختلق البيئه البديل وعندي الاهل دول شكلهم ايه البيت اللي ابنك بيخشه دوت ايه افكارهم فيها عامله ايه لازم تبقى عارف لازم اخر حاجه اقولها لكم في موضوع موضوع الغربة نبقى خلصنا المحور الأولاني 120 ساعة تدريب عايز أقول لكم بس أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعل لنا إن شاء الله وعد إن شاء الله يا رب ولو ربنا حينا ما متناش ورزقنا الصدقة والإخلاص اللهم أمين وإن شاء الله نعمل نكمل لكم السلسلة دي
اخر حاجه في موضوع الغربه تخلوا بالكم منه، احنا ماشيين بقدر الله وماشيين بنوايانا مع ربنا. ساعات بتحس انك لوحدك ومحدش معاكي. لو كنت مثلا في عيله ديك هتروحي تميلي على خالتك على عمتك على امك على اختك، هيصه وعيشه وجمال وكده. ممكن نكسرها بالشاشه زي ما قلت لكم، لقاءات الزوم مش كذا، بس اهو اعرف بيوت مشغله ال 24 ساعه، يلا يا ماما اعمل ايه، وبتقول لها دي كذا بحط هيصه جميله في المطبخ تمام. لكن ساعات بتحسي فعلا لوحدك، الحمل تقيل عليك، كسر الثقافه او عامل اللغه، الا لو جات لك واحده تركيه جميله جايبه لك الشاي وبتخبط عليك تقول لك افتحي الثلاجه دي نقعد. بتشوف حاجات غريبه جدا وانت مش عارفه ايه. لو ربنا رزقك بحد زي كده خير وبركه، عاده بيبقوا من اللي بره اسطنبول، يعني اللي جايين مثلا من كارادينيز او مردين، يعني اللي بيبقوا بره عامه بيبقوا روحهم حلوه وعايزين يتعاملوا. لكن برضو بيجي اوقات بتبقي فيها لوحدك، ودي اللي انا هختم بيها. اعمل ايه؟ مين نصيري؟ مين انيسي؟ مين يعيني؟ اسم الله الولي يا خالد. يا رب انا ماليش حد، يا رب انا في غربه وانا مصدقه حديث الرسول، مصدقين ولا لا الرسول؟ مصدقين عليه الصلاه والسلام، الغريب شهيد، اللي يموت في الغربه يموت شهيد. الا ربنا يدي مكانه الشهاده دي الا الحد، الا العمل العظيم، دليل ان الغربه فيها اسم صح، وفيها وحشه قلب، وفيها ان انا لوحدي. استعين بداعي بمين؟ ربنا، بالولي. وليتك امر لا زوج، اسمعوا كلامي، لا زوج ولا اب ولا عم ولا اخ ولا فو ولا زو، مش الكلام، ولا ام ولا الله، الولي. اروح على سجادتي على طول، واروح على القبله على طول جري، ماليش غيرك يا رب. ولا ربنا غلبانه وطيبه ولوحدي في الغربه، وانا وليتك عليا ووكلتك امر عيالي. يا رب هات لي قلب جوزي ده جرجره لحد كده ويبقى يسمع الكلام كده ايه ده، دعاء مستجاب، يجيب لك لحد، يجيب لك الامر لحد بالدعاء. يا رب انا كذا وبتاع، ما حدش يرتب على قلبي الا انت يا رب، ولا حد يطبطب عليا ويجبرني الا انت يا رب، لازم يبقى لك حل مع الله. عشان كده انا بدات المحاضره بايه؟ يعني ايه امل الله؟ يعني ايه انا واحده من خلق الله؟ يعني معي يا رب انا مش قادره، العيل كذا والعيل كذا، عيني يا رب، خد بايدي يا رب، ما تسيبنيش يا رب، وادعي كده بالبلدي باللي يجي على لسانك، وليه اللي يجي على لسانك، ولا تنمقي ولا تعملي زي الصحابي راح للنبي عليه الصلاه، قال ما بعرفش ادندن زيك ولا دندنه معاذ، حاجات الحلوه اللي انتم بتقولوها في الدعاء دي. قال له امال بتقول ايه؟ قال له يا رب سلك الجنه واعوذ بك من النار. قال له حولها ندندن عليه الصلاه والسلام. هي كده اللي قولي اللي في قلبك، بس انا عايزاكي تتعبدي باسم الله الولي. ليه؟ اللي ملوش حد، عارفه اللي طلعت من حولك وقوتك وسبتيها على الولي يتولاك. الله يتولى مين؟ الصالحين. الاولياء لا خوف عليهم، الاولياء لهم كرامات، ان شاء الله في مره ثانيه نبقى نقعد نتكلم عن موضوع الاولياء دول، موجودين وموجودين. ساعات كده تدعي بكذا كذا وتقول يا رب كذا ومش عارفه ايه الدنيا حصل، ساعات كده تبقي كم مره في حياتك تبقي واقعه في امر لا تظني ابدا ان ليكي منه خلاص ولا يمي منه كذا، مين يدافع عنه؟ الله عز وجل. مين ياخد بين الله؟ من كل ينجيكم منهم، هو زي ما نجاك قبل كده هينجيك منه، بس احسني الظن في الله. احنا محتاجين اسم الله الولي في الغربه. انا تعرفت ان مامتك النهارده صغير، بس حسيت وانا قاعده النهارده يعني واحنا قاعدين في الصلاه، بس سبحان الله صح، حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى كريم من عمده، وان هو في اوقات معينه يبقى هو حاسس ان هو يعني انا دلوقتي مش يعني عايز اجابه الدعاء حالا الواحد يعني حاسس بيها. صحيح، ومش دي بس، وهتلاقي على مدار حياتك. فانا بوصيكوا اخر حاجه، على الاقل يا اخوات ما يعديش يوم ما تناميش ان شاء الله ركعتين صغيرين، طلب حاجه لله سبحانه وتعالى بنيه ان ربنا يتولاك. ما يعدوا ان شاء الله صليهم بقصار السور، بس طبعا في ناس بتصلي بخلاف كده ان شاء الله، بس ما يعديش ما تناميش من غير الركعتين دول، كان الركعتين دولت بسلم حالي وقلبي ويومي الى الله. اهو عندك بقى يا رب انت تصرف، قلبي وكلته معاك، حطيته حزبا معاك يا رب، يا رب انت تولى الامر. وفي الاول وفي الاخر الدعاء يا اخوات، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين دعائين ما يتنسوا ما يتسبوش ما يعديش يوم من غير ما تقولي. في الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب لصلاح الحال، اللهم امين. جزاكم الله خيرا.